السلام عليكم اختي خديجه. وعليكم السلام ورحمه الله. وضحي لنا وضحي للمشاهدين الكرام شنو اللي واقع وامتى اختفى الاخ ديالك. انا كنسول على الاخ ديالي رشيد اللي اختفى في اواخر شهر 10 2018، مده 4 سنين دابا ما خلينا فين، قلبنا عليه سولنا عليه والو ما بانش ليه الاثار. درنا في نداء جوج المرات في ايام الحجر الصحي لعل وعسى يشوفوا شي حد، مني كانت الدنيا خاويه والو ما بانش ليه والو. واش كان اول اختفاء واخر اختفاء ولا كان كيديرها وكيرجع؟ هو يا مريض بداء الصرع كيخرج مسكين، مخو على قدو، مخو على قدو، ما عندوش المخ كامل. بالنسبه للاخ ديالك رشيد، ياك سميتو رشيد؟ سميتو رشيد. ما كانش يعني كيعاني شي مشكل مع مريض الدار مثلا، التعنيف بهذا الشكل؟ لا لا، ربما شي حاجه مثلا كانت كتقلقو في الدار؟ لا، هو كيعيش معانا، هو يتيم الابوين، الوالد والوالده الله يرحمهم ماتوا، بقى معانا هو مني كان صغير وحنا متبعين ليه الدواء ديالو، متبعين ليه اختصاصي ديال الراس، قال لنا بان المخ ديالو صغير، هو عنده داء الصرع كيطيح الا ما خداش الدواء ديالو كيطيح. ودابا هاد المده اللي خرج فيها ما عرفناش كي غتكون الحاله ديالته، لانه ما عنده لا دواء لا والو، الله اعلم به. واخا بحكم انك انت الاخت ديالو ربما كبر منه او لا سميتو؟ لا كبر منه انايا. انت يعني كتعاملي معاه كتهضري معاه؟ حنا كلنا كنتعاملوا معاه، كلنا. عنده زعما شي ميول انه مثلا يفكر يخرج برا او لا شي حد كيقول له نديك نخرجك برا؟ لا لا، هو ما عندوش هذا الشيء في افكار ديالو، هو بحال شي دري صغير، هو راه دري ديال 4 سنين 5 سنين كتلقى عنده العقل عليه، هوايا هو بحال مخو صغير. الدواء مخليه مركز، الدواء راه مخليه مركز. دابا الدواء كيكون نورمال؟ نورمال. دابا الناس ديال الدرب وكلشي كيعرفوه تقريبا، راه المحمديه كلها دابا اللي تلاقى بينا كيقول لنا مسكين واش باقي ما رجعش فين، كون كان في المحمديه اللي شافوا غيرجعوا، اللي شافوا غيرجعوا. هذا غالبا انا كنقول ركب في النفس، تغلط ليه 900 مع الطوبيس ديال رياض السلام، بحكم حنا كنسكنوا في رياض السلام، عندنا طوبيس كيدي لعندنا، غيكون ركب فيه 900 وتلف. غير بالنسبه للنهار اللي تختفى، فين كان بالضبط وشنو كان كيدير؟ كان عندنا، كان في الدار، كان عادي في الدار جالسين، الغد ناض فاق فطر لبس حويجاته وخرج ما رجعش. شنو كان لابس هذيك النهار بالضبط؟ كان لابس سروال جين وكان لابس واحد الجاكيطه، ولكن راه مده 4 سنين دابا، راه هو مني كيجيه الصرع راه كيطيح، راه كيضرب كيطيح، ولكن ما فيش شيء. هو اش غنقول، هو ما عندوش سنانو، سنينات التحتانيين راه ما عندوش، اللي زعما شافو وتعرف عليه راه ما عندوش سنينات، ما عندوش. في حاله الى سولوا شي واحد واش كيتجاوب هو ولا ما كيتجاوبش؟ هو مني كان السميه كيقول لك السميه هي هذيك، ولا كيدخل يخرج في الهضره؟ هو مني كان حنا كنعرفوه ديما الدواء، ديما الدواء، ما عمره خطاه الدواء، يعني كان لا وقعت غير شي حاجه في الدار راه كيعاودها كما هي، يعني كيعرف. ربما انا ربما كنقول مني ما بقاش عنده الدواء راه ما بقاش كيعرف، ما بقاش كيعرف شنو غيقول وشنو. واخا انتم في البحث ديالكم سولتوا العائله، سولتوا السبيطارات بحال ماكو ديال الامراض النفسيه، السبيطارات ديال 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 المخزن على الصعيد ديال المنطقه كامله. العام الاول اللي اختفى فيه سولنا كاع السبيطارات، سولنا الجمعيات، سولنا هنايا في المحمديه العائله كامله، والجيران راه كيسولوا معانا، الناس ديال المحمديه كيسولوا معانا، ولكن غالبا ما غيكونش هو في محمديه. وانا كنشك فيه بانه غيكون في كازا، وكازا راه مدينه كبيره كبيره، راه بحال نهار درتو النداء يعني في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، واش تواصل معكم شي واحد قال لكم بانه شافوا شي بلاصه يعني؟ لا، واخا كيتواصلوا معنا الناس غا كيقولوا لنا ها هو هنا، غا كيكذبوا علينا، كاين اللي كيتواصل غا كيقول لك لا واش مضر ليكم هي متى تودر، كيعاودوا نفس الاسئله اللي كنسولوا حنايا كيعاودوها لينا. عمر شي واحد ما قال لنا انا شفته هنا ولا شفته هنا ولا والو، ورغم اننا درناه جوج مرات في النداء، جوج مرات درناه في النداء وفي الحجر الصحي درناه في شوف تيفي. رسالتك الناس اللي كيعرفوا الاخ ديالك وقدروا يكونوا شافوه ولا كيشوفوه حاليا، شنو تبغي تقول لهم؟ الله يرحم الوالدين، يتعافى
يتعاونوا معنا، يتعاونوا معنا ويشوفوا لا عرفوا ولا تعرفوا عليه، يعيطوا لنا على هاد النمره اللي غنخليو دابا، يقول لنا ها هو فين. راه عندهم واحد الخير كبير مع الله، الله يرحم ليهم الوالدين، يديروا فيه خير، غيكون دابا على الاقل انا كنقول غيكون مكرفس، لان الزنقه راه تعرف حالته كي دايره، هو مولف بارك في دارهم واكل شارب، ودابا في الزنقه راه باين، وشي واحد ما عندوش المخ كامل راه ما نظنش شي واحد غيدخله، ما نظنش. بالنسبه للاحساس ديال الام ديالو كي دايره الاحساس؟ هو يتيم من الوالدين، هو مو باه ميتين الله يرحمهم، هو يتيم زعما، هو تودر من خرج من مورا الموت ديال الوالده، الوالد ميت مدة 5 سنين دابا، الوالدة دابا راه عندها طالعة هي في قول 4 سنين بحال هكاك، هو من مورا بقينا غا حنايا الخوت، وهو جالس معانا وبقينا متبعين ليه نفس الريتم اللي كانت دايرة معاه الوالدة والوالد الله يرحمهم، متبعين ليه الدواء ديالو، متبعين ليه الطبيب ديالو، واكل شارب معانا، بقى عندنا أمانة، بقى عندنا أمانة. وسيختو تا كتعرف الانسان اللي كيكون ماشي هو هذاك راه كتهلا فيه كثر من واحد عنده العقل. بقينا مهلين فيه، ولكن ربي مكتب عليه هذا الشيء ومكتب علينا حتى حنا. شي واحد مثلا من العائله قريب ليه بزاف، من العائله ماشي انتم خوتو، من العائله قريب ليه بزاف وعز عليه، يقدر زعما يكون تواصل معاه مشى عندو. لا ولكن العائله كلها كتعرف، العائله اللي في المغرب واللي خارج المغرب كلها كتعرفوا بانه راه مدار. لا ما كاينش، شكون كان غيقولوها لينا؟ كل كان عند شي حد غيقولها لينا، الناس غير برانيين وكيسولونا دابا واش جا ولا ما جاش، يعني كل كان يعرفوا شي حد غيقول لنا ها هو، ما يخليوناش مشطونين عليه هاد المده كامله. ورغم احنا راه درناه في نداء 2 مرات، العام الاول اللي اختفى فيه، والعام الثاني وفي الحجر في الحجر الصحي عاوتاني جبنا درناه في، ولكن بدون فائده. لا تواصل معك حتى واحد؟ حتى واحد ما كيتواصل معنا، حتى واحد، حتى واحد ما كيقول لنا ها هو هنا ولا ها هو هنا، بحال شي بره وغبرات في البحر. توحشوا الاخ ديالكم؟ توحشناه بزاف. بغيت تشوفوه؟ ضروري ضروري. شتي كون مات غدفنيه وتقول راه مات، ولكن تمشي لقبرو ها الوالدين الله يرحمهم ميتين، وكتمشي تزورهم وكتعرفهم فين كاينين، ولكن هو مسكين كتقول يا ريت كون جا شي يموت وندفنوه غنتهناو عليه، ولكن بحال التكرفيصه ما نبغيوهاش، ما نبغيوهاش ليه مسكين، والله ما نبغيوها ليه. رسالتك اخيرا للناس المسؤولين والناس اللي غيشوفوا الاخ ديالك باش يتواصلوا معاك؟ كنقول الناس الله يرحم ليهم الوالدين اللي شافوا ولا تعرف عليه في اي مدينه كان، رانا نمشيو حتى لعندو نجيبوه، اللي شافوا يقول لنا ها هوايا وتعاون معنا ودير معنا هذا الخير في سبيل الله، راه عنده الاجر حتى هو، اللي عيط علينا وقال لنا ها هو راه عنده الاجر، يديروا فينا هذا الخير. الله يرحم ليهم الوالدين اللي شافوا وتعرف عليه، راه دابا يقدر يكون ما بقاش في الحاله الاولى ديالته، يقدر يكون تغير، يكون دار اللحيه دار الشعر، يكون مكرفس، يكون مبهدل، راه ولكن الملامح كتبقى باينه، كتبقى باينه الملامح. الله يرحم ليهم الوالدين، يتعاونوا معنا الناس، تعاونوا معنا.